السادة المشاهدون مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. ولكن بداية دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وهما الدكتور أحمد أبو الفتح عثمان، رئيس الكونفدرالية المهنية للرعاة والنشطاء في قطاع الثروة الحيوانية في تشاد. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا بك. الحمد لله. كما دعوني أن أرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو الدكتور موسى علي ياسين، رئيس الجمعية أو جمعية تشاد قبل كل شيء، وهي باللغة الفرنسية جمعية تشاد أفانتو. شكرا، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أعزائي المشاهدين، نحن في برنامج قضية للحوار دائما نناقش القضايا التي تهم المجتمع التشادي، القضايا التي تنفع المجتمع التشادي، القضايا التي يستفيد منها المجتمع التشادي. قبل سنة تقريبا استضفت في هذا البرنامج أحد رؤساء جمعيات المجتمع المدني، واليوم أيضا يشرفني أن نستضيف شخصين بارزين في المجال المجتمع المدني هنا في الساحة التشادية. وكما تعرفون تعتبر جمعيات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية، وتعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات في جميع دول العالم، وتسعى إلى إسعاد المواطنين وخصوصا الطبقات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة. فالجمعيات المدنية لا يمكن الاستغناء عنها، الجمعيات المدنية موجودة في كل دول العالم، في كل دول العالم تسعى إلى إسعاد المواطنين، خصوصا هناك لما يكون في نزوح أو عملية لا قدر الله عملية حريق أو عملية ناس لاجئين جاءوا من دولة إلى دولة أو جاءوا من مكان إلى مكان، فجمعيات المجتمع المدني نراها تنشط في هذا المكان. وكذلك التجمعات الرعوية، وعندنا التجمعات الشغالة في مجال النسوي، وجمعيات شغالة في ميدان التدريب ومجال إقامة دورات تدريبية، أيضا في جمعيات، فالجمعيات تشتغل في جميع الميادين في الدولة. ويشرفنا اليوم أن نستضيف شخصين يشتغلان في جمعيتين، وكل جمعية لها ميدانها الخاص، كل جمعية تسعى إلى مساعدة الشعب التشادي فيما تستطيع أو في جانبها. جمعية في مجال الرعاة، في مجال القطاع الثروة الحيوانية، وقطاع الثروة الحيوانية كما قلنا في العديد من الحلقات قطاع مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن إهمال هذا القطاع. ففي جمعيات نشطة في هذا المجال، نتحدث عن أحد رؤساء هذه الجمعيات وهو رئيس الكونفدرالية، نتعرف عن الكونفدرالية والأهداف التي تقوم بها والعمل الذي قامت به هذه الكونفدرالية في مجال عملها. كما نتحدث عن جمعية تشاد قبل كل شيء أو تشاد أفانتو، نعرف تسمية هذه الجمعية وكذلك العمل الذي تقوم به والأهداف التي تقوم بها هذه الجمعية، ونتحدث عن الشباب بصفة عامة لو سمح الزمن. دكتور أحمد، بالنسبة للكونفدرالية المهنية للرعاة والنشطاء في قطاع الثروة الحيوانية في تشاد، ده اسم أو مسمى طويل جدا وكبير جدا، والكونفدرالية دي لا نعرف حتى الآن العمل الذي تقوم به، فبداية ممكن أن تنور المشاهد عن هذه الكونفدرالية وتأسيسها والذي تضمه من الأعضاء في هذه الكونفدرالية والأهداف الأساسية لهذه الكونفدرالية. شكرا أستاذ علي فاضل على هذه الاستضافة، شكرا للإخوة مشاهدي برنامج قضية للحوار. فالكونفدرالية المهنية هي كونفدرالية تخدم في قطاع الثروة الحيوانية في تشاد. هذه الكونفدرالية أسست في 2 جانفي 2017، تضم حوالي أكثر من 129 جمعية مدنية، ولكن هناك أنواع أربعة هي الأساسية التي أسست لهذه الجمعية، وهي الرعاة، جمعيات العاملة في قطاع الرعاة، والجمعيات العاملة في قطاع الدباغة، والجمعيات العاملة في قطاع الجزارة، والجمعيات العاملة في قطاع تحويل الألبان، وكذلك الجمعيات العاملة في قطاع تجارة المواشي. هذه التجمعات الخمسة اجتمعنا وكوننا هذه الجمعية بصدد تقارب وجهات النظر وتقارب الرؤى من أجل الخروج بمعطيات تخدم هذا القطاع العريض، لأن تشاد حقيقة تعتبر من في مصاف الدول التي
التي تمتلك ثروة حيوانية هائلة، وبالتالي هذه الثروة الحيوانية بحاجة لأرضية خصبة. هذه الأرضية يجب أن يكون فيها عدة تكتلات، هذه التكتلات يكون فيها استراتيجية عندها رؤية متكاملة حتى نستطيع معا أن نوحد وجهات النظر لنخرج بقطاع قوي مدر للدخل الوطني ومقيم للخزينة، خزينة الدولة. وبالتالي نحن من أهدافنا الأساسية هو أن نوحد وجهات النظر بين الجمعيات العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لأن الشركاء الداعمون لهذا القطاع دائما ما يجدون جمعية الانفراد. دائما كلما يكون العمل ضخم، كلما يكون العمل موحد، كلما نستطيع أن نجد الثقة من الشركاء، سواء البنك مونديال أو الإف أو أو المنظمات أو الشركاء الداعمون لهذا القطاع، لما يجدون نحن يعني مجتمعين وعندنا برنامج، عندنا رؤى، عندنا وحدة، بهذا الشكل يستطيع أن يضعوا فوقنا الثقة، وبالتالي نقدم مشروع ضخم، ما مشاريع صغيرة، نقدم مشروع ضخم. هذا المشروع الضخم يتواءم مع حقيقة الكم الهائل للثروة الحيوانية في تشاد. تمام، ده كلام جميل جدا. نرجع إلى هذه الجمعية في ثنايا الحديث. نرحب بالدكتور ايضا الدكتور موسى علي ياسين، ايضا لديك جمعيه تشاد قبل كل شيء او تشاد افانتو. حدثنا عن هذه الجمعيه منذ انشائها، والحاجه التسميه من اين جاءت هذه التسميه؟ اولا نشكر الله سبحانه وتعالى كما نتقدم بالشكر الجزيل للاخ علي فاضل وعلى مشاهدي هذا البرنامج قضيه للحوار، ونرحب بكل الشعب التشادي بهذا العام، عام 2018. نتمنى أن يكون عاما وطنيا خالصا بعيدا عن الشوائب التعصب القبلي، ونجتمع في وحدة واحدة من أجل بناء دولة موحدة قوية قابلة للانتماء الحقيقي والمسار الواضح للوطنية الحقيقية. حقيقة نحن في جمعية تشاد أفانتو، أو سميناها تشاد قبل كل شيء، أسست 25/3/2015، وهي تعتبر واحدة من ضمن الجمعيات المدنية التي تخدم في مسار التنمية أو تنمية ثقافة المواطن والانتماء الوطني ونبذ العصبية والجهوية، وإننا نتطلع إلى الوطنية الصحيحة ومسارها الواضح الصحيح. من أهدافها أولا، وهذه الجمعية من أهدافها تطوير ثقافة الوطنية والسلام، تطوير حقوق الإنسان، محاربة زي ما ذكرنا في بداية محاربة القبلية والجهوية والعصبية القبلية والتعصب الديني كذلك، المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية. نحن كذلك نحاول بقدر الإمكان ندعم بعض الشرائح الضعيفة التي لا حول ولا قوة لها في هذه المجال ببعض الأشياء البسيطة، مثلا في لسوق العمل من خلال توعيتهم، من خلال عملهم البسيط. فهذا هو هدفنا الأساسي من تأسيس هذه الجمعية. تمام، كلها أهداف سامية جدا وأهداف نبيلة. يعني أنت بتقول من ضمن الأهداف تطوير ثقافة المواطنة أو الثقافة الوطنية. من خلال تأسيسكم للجمعية ومن خلال التقاءكم بالشباب، من خلال قربكم للشباب، أنتم شايفين كيفية الاستجابة لهذه الأهداف؟ هل في استجابة لهذه الأهداف من قبل الناس الذين التقيتهم منذ تأسيس الجمعية حتى الآن؟ والله من خلال الدورات التدريبية التي قمنا بها لقينا بعض الشباب متعطشين لهذا الفكر. هذا الفكر ربما هو كان مزروع في كل مواطن شادي، لكن يحتاج إلى بلورة. ونحن من خلال هذه الجمعية رأينا أن هناك بعض الشباب سواء في الجامعات أو المعاهد العليا أو في المؤسسة الثانوية أو في بعض الأحياء رأوا أن هذه الجمعية كل واحد يجد نفسه داخل هذه الجمعية. بما أننا فكرنا في هذا الموضوع، لماذا نحن لم نحاول بتأسيس مراكز ثقافية في كل حي من أحياء مدينة جمانة، أو في كل إقليم، أو في كل مقاطعة، أو كل فريق، أو كل منطقة من مناطق تشاد هدفها الأساسي هو نشر ثقافة السلام والتسامح الأخوي بين أبناء الوطن الواحد، بعيدا عن فكر الجهوية والعصبية كما ذكرتها في بداية. هناك تقبل موجود، وربما لم يكن هناك دراسة ميدانية بهذا الموضوع، لكننا سنخمن هناك أكثر من 70% من المثقفين، وربما 90% من القوى الذين كانوا في الأسواق أو في مكان أخرى لهم تقبل. أكيد هناك بعض الإخوة يأتون إليه نريد أن نضم إلى هذه الجمعية، أهلا وسهلا بك. العدد الآن أكثر من 200
شخص ينضمون من شتى القبائل التشادية، أكيد هم تلمسوا معنى الوطنية الحقيقية، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى هناك إقبال موجود إن شاء الله. نتمنى ذلك. بالنسبة لي من ضمن أهدافكم قلت محاربة القبلية، والقبلية دي كان مستشرية وهي في الزمان كان مستشرية أكثر من الآن، ولكن لا زالت هناك في بعض الشرائح الضعيفة وبعض العقول الضعيفة وبعض الجهلة، هل ما زالوا متمسكين بعملية القبلية والعنصرية؟ ودي داء كبير جدا. نعم. وكما يقول الشاعر لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيد من يداويها. فأكيد أنتم لديكم منهج مؤيد لمحاربة القبلية. نعم. أكيد لديكم نظرة في محاربة القبلية، فنريد أن نعرف كيف يمكن محاربة هذه القبلية أو محاربة هذا المرض الفتاك. نحن من خلال وضعنا لهذا البرنامج نحارب التعصب القبلي الموجود في بعض أصحاب النفوس الضعيفة التي تسعى إلى تقسيم المجتمع من أجل مصلحتها الخاصة، وخاصة في أوساط السياسيين الآن بدأوا في تفتت بعض النسيج الاجتماعي الموجود في أوساط المجتمع التشادي. هنا أسست الجمعية، وهذا هو لب الهدف الأساسي ومحتوى الأساسي لهذه الجمعية التي سميناها جمعية تشاد أفانتو. كيف نحارب فكر القبلية والتعصب القبلي في أوساط مجتمع نفيس الضعوف الضعف الفكري؟ هذا لابد أن يكون هناك ابتداء من مرحلة الكتاب المدرسي بالتنسيق مع المجلس الوطني للمناهج، لأن المنهج هو أساس انطلاقة أساسية للطالب التشادي، ونحن نستهدف الشريحة المثقفة لأنها هي الشريحة أكثر تأثيراً في المجتمع. صحيح. كيف صحيح. ذلك؟ هنا من خلال وضع برنامج تربية وطنية أو ثقافة وطنية، هذه الثقافة الوطنية تؤدي إلى رفع ارتقاء مستوى الطالب ميدانيا من خلال تدريس المعلم التربية الوطنية. يأتي التأثير مباشرة من خلال الطالب في هذه المؤسسة، هناك شيء اسمه التعايش الوطني داخل المؤسسة التعليمية، هناك يسمى الانسجام الاجتماعي، الشعور بالوطنية بعيداً عن القبلية، الأسرة المدرسية. هذا نحن ما نسعى إليه من خلال وضع برنامجنا. واحد. الشيء الثاني كما ذكرته، أهم شيء نحن نريد عن كيف نحارب مشكلة العصبية القبلية الآن بدأت تنتشر بصورة واسعة جداً. كيف؟ ما هو سبب انتشارها؟ أكيد زي ما ذكرت أن في النص الأفكار الضعيفة الذي يسعى إلى شنو؟ لقمة العيش من خلال هذه فرق تسوت، وهذه سياسة سحقها الدهر ولم تكن موجودة في أوساط المجتمع الجاهلي. كيف ذلك؟ أنا أقول كما ذكر بعض الأخ في خلال المحاضرات، لا تجتمع بين الوطنية والقبلية أصلاً. لا تجتمع إنسان مواطن وإنسان قبلي، ليس هناك اجتماع أصلاً. صحيح. أنا تعصب قبلي وأنا وطني شريف نحب هذا الوطن. وحب الوطن هو من الإيمان. صحيح. والذي ليس له إيمان لم يكن له تكن له عصبية. صحيح. قبلية. صحيح. والرسول تعوز من العصبية. صحيح. القبلية. ده ورد في الأثر، أليس كذلك؟ بلى. نعم. تمام، جميل جدا. أستاذ أحمد، دي أهداف نبيلة جدا بالنسبة لجمعية تشاد قبل كل شيء، وهذه تنصب في الأهداف التي تسعى إليها الدولة من خلال إقامة يوم وطني يسمى التعايش السلمي لنبذ القبلية والعنصرية ولنبذ الفرقة اللي موجودة بين التشاديين. بالنسبة لجمعيتكم، جمعية تسعى إلى جانب مساعدة الرعاة، ولكن حتى الآن لم نتعرف عن الأهداف الحقيقية لإنشاء هذه الجمعية، الأهداف. طيب، نحن ارتكزنا على عدة أهداف أساسية تتكئ عليها هذه الكونفدرالية. من أهم الأهداف هو إنشاء مستشفيات ومراكز بيطرية، لأن الآن القطاع الرئوي أو الساحة الرئوية حقيقة يعني تجص بمسألة الأوبئة والأمراض، فنحن حقيقة من أهم الأهداف التي تتركز. أيضا عندنا مسألة التركيز على الأمراض المستوطنة ومكافحة الآفات الضارة كالتيسيتيسي، القراد، القواقع. دي من أهم الأشياء اللي ممكن نحن وضعناها كأهداف أساسية نحاول أن ننسق بها عبر الشركاء وعبر وزارة الصحة العامة. كذلك أيضا التكثيف من حملات التطعيم. حملات التطعيم ده جانب مهم، لأن جانب التكثيف من حملات التطعيم وتسبقها حملات توعية أيضا من الأشياء التي يمكن أن تخدم هذا القطاع، لأن التوعية أهم شيء الآن في مسألة التطعيم. بدأنا ندرب الرعاة أنفسهم في عملية تطعيم المواشي، وبالتالي بحاجة إلى تطعيم، بحاجة إلى إرشاد بيطري، وهذا الشيء لا يتم إلا عبر التنسيق وعبر الانسجام وعبر الترتيب لهذا البرنامج. كذلك عندنا مسألة فتح المسارات الآن. نعم، هناك إغلاق للمسارات بسبب التوسع الزراعي والتمدد الزراعي. الآن أغلب المسارات أغلقت، وبالتالي الآن ما في مراعي،
المراعي كلها على حساب الزراعة، وبالتالي نحن نحاول من خلال هذه الأهداف النبيلة أن نضع حد لمسألة فتح المسارات التي أغلقت وتفعيل المسارات، وفي نفس الوقت شنو إضافة مسارات جديدة، فتح مسارات جديدة. كذلك مسألة النزل في الرعاء أو في الضعائن، وبالتالي الناس الضعائن يحتاج إلى نزل. النزل يفترض بعد كل 15 كيلومتر يفترض يكون في نزل. النزل محل الاستراحة، تستريح فيه المواشي، تستريح فوق الرعاء. هذه النزل الآن تكاد تكون معدومة في كل المراحل، وبالتالي دي هدف نبي يعني نحاول. نعم نزل ما في نزل أي نعم كان إراحة ما في نزل. المنطقة كلها زراعة، تلقى المرحال بقى ضيق جدا، وبالتالي الناس يمشوا مسافة يوم أو يومين حتى يستطيعوا أن ينزلوا، وبالتالي هذا يصل إرهاق للمزارع للرعاة وإرهاق للحيوانات نفسها. أيضا مسألة حفر وترميم الحفائر والآبار، ناس يعانوا من شح المياه. يوجد الكلا الآن متوفر حقيقة في تشاد بمناطق واسعة، ولكن نظرا لعدم وجود المياه بجانب الكلا نجد دائما عندنا مشاكل. كذلك عندنا نقل التقانة، نحن لماذا لا ننقل التقانة الحديثة في كيفية تطوير هذا القطاع؟ نحن نحاول أن نفتح برنامج من خلال هذه الأهداف أن يكون هناك تلقيح اصطناعي. التلقيح الاصطناعي نحن الآن معتمدين على الرعي التقليدي. لحد الآن نحن ما دخلنا إلى الرعي الصناعي أو نقل التقانة. كيف نستطيع أن نلقح، نعمل عملية اللقاح ما بين الأبقار التشادية والهولندية، الأبقار التشادية والفي سنتر أفريقيا، الأفكار التشادية وجنوب أفريقيا، وأفكار التشادية والكامرونية. وهذا ظهرنا من خلال المعرض الذي أقيم يعني قبل أسابيع وحضرناه شخصيا في الكامرون، كيف استطاعت الكامرون أن تطور صناعة التلقيح الاصطناعي، وبالتالي وجدوا يعني هناك ثروة حيوانية مدرة لللبن وعندها كمية من اللحوم. ده بحاجة لتقانة. أيضا مسألة إنتاج مراكز الإنتاج، ما في عندنا مراكز إنتاج لتسمين الماشية. يفترض أن يكون على مستوى الدولة أي نعم يكون في مراكز تسمين الماشية وفي نفس الوقت إنتاج الماشية. نحن عندنا الآن في تشاد من أجود وأفضل أنواع الإبل، ما استثمرنا هذه الأنواع. الإبل الآن في سباقات للهجن عالميا، الجمل الواحد يعادل يعني قرابة 3 مليون دولار. نحن ما استثمرنا هذه الثروة حقيقة الغنية في داخل تشاد، ما استثمرناها ولا بحثنا عن أصنافها. الآن أجمل جمل في العالم، أجمل ناقة في العالم. نحن عندنا جميع أصناف هذه الإبل الجميلة توجد في المناطق الوسط للدولة، وبالتالي ما في تقانة، ما في دراسات، ما في علماء يقوموا يعني مختصين بجوانب الإبل حتى يدرسوا سلالات الإبل. كذلك مسألة دعم الصناعات الصغيرة، نحن من أهدافنا الأساسية كيف نستطيع أن ندعم الصناعات الصغيرة كتجفيف الألبان وتصنيع الجبن والزبد. دي أشياء يدر بها الرعويات خارج المدن، يكون في المنطقة نفسها في الضعين نفسها، إنسان يزعن مع الضعين وبالتالي يستطيع أن يعلمها الرعويات هذه الطريقة. كذلك عندنا مسألة الاستفادة من الجلود، نحن ما استفدنا من الجلود، ربما ألم أغلب الجلود ترمى في الشارع أساسي، وبالتالي نحن كيف نستطيع؟ كان زمان لما نعم بتاريجيري مفتوح، أي نعم. ومع ذلك نحن جلودنا أرخص جلود في السوق العالمي. لماذا؟ لأن الجلود أغلبها شنو مخروقة ومجددة بسبب الأشواك وبسبب عدم الرعي التقليدي. ما في رعي منظم، ما في رعي مقنن حتى استطيع أن يحفظ الجل يكون بطريقة جميلة. هذه كلها الأشياء وأشياء كثيرة من الأهداف، ولكن جميل. هذه منها بس نحاول نستطيع معا وسويا أن نجعل هذه الأهداف رؤى واستراتيجية نستطيع من خلالها أن نبني برنامج مشترك مع الوزارة مع الداعمين لهذا القطاع، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى خدمة سوية تخدم هذا القطاع. جميل. الأهداف اللي ذكرتها سيادتك، الأهداف اللي ذكرتها دي كلها أهداف سامية وأهداف ممتازة جدا، لكن منذ تأسيس الجمعية أو منذ تأسيس هذا خلينا نسميه التكتل، لأنه هو تكتل. نعم. هو ليس الجمعية وإنما هو تكتل بتاع جمعيات. نعم. التكتل ده منذ أنشأته شنو الاستراتيجية اللي ممكن من خلالها تمتيز أهدافكم؟ الاستراتيجياتكم شنو؟ نحن أول شيء بدأنا به وضعنا برنامج خطة عمل لمدة عام، وخطة عمل لمدة عامين، وخطة عمل لمدة 5 أعوام. تمام. نعم كبرنامج عمل. ثانيا بدأنا التنسيق مع الشركاء سواء على مستوى الإيفاو، والأسف الحمد لله بدأنا في عملية إن شاء الله في إحصاء الثروة الحيوانية القادم بإذن الله. الكوفافيب هي الشريكة الدائم للإيفاو عبر الإير بي إم، بإذن الله نحاول نجد يعني إحصائية دقيقة، إحصائية دقيقة. الشيء الآخر بدأنا ننسق، وضعنا عدة مشاريع مع الوزارة ومع الشركاء كيف نستطيع أن ندرب الرعويات في مجال الدايات الولادات، وفي مجال الصناعات الصغيرة، وفي مجال أيضا الاستفادة من الجلود. كذلك
والآن عندنا برنامج مشترك في كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية. مسألة الأعلاف، كيف نستفيد من هذه المخلفات في الأعلاف؟ نستفيد منها في جوانب تستطيع أن تدر لنا كم هائل من الألبان. تمام. كيف نستطيع؟ هناك طرق حديثة، هناك آلات بدأت كيف يعني ترحك الذرة الطخانة أو معارف العقيق، تصنع منه علف لهذه الماشية. هذه أيضا برامج واستراتيجية. تمام. يعني أنا اللي فهمت من خلينا نرجع لك، لأن اللي فهمت من كلامك كونه أنتوا وضعتوا أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى. جميل. في جمعية أفانتو، أنت الأهداف اللي ذكرتها لي في جمعيتكم كلها أهداف سامية جدا، لكن منذ أن أسستم الجمعية حتى الآن شنو اللي قمتوا به؟ شنو اللي سويتوه ملموس يمكن نقول أن الجمعية دي ماشية على الطريقة الصحيحة؟ السؤال كان ممتاز جدا. نحن أولا استهدفنا شرائح مهمة جدا في أوساط المجتمع التشادي، وهي شرائح الشعوب المناطق الحدودية، لأن بعض الدول لها تأثير كبير بمواطن التشادي. نحن خاصة في ذهبنا إلى منطقة اسمها قزبيدة في حدود منطقة تيسي أو بعض المناطق يسمى منطقة بيضة، رأينا أن هناك بعض المواطنين التشاديين كان لهم الولاء الأكثر للسودان من تشاد، وهذا ربما رأينا من خلال استطلاعاتنا ومن خلال معرفتنا الأسئلة لبعض المواطنين، لم يكن هناك خدمات موفرة للمواطن من مجال الصحي، من مجال التعليمي، من مجال الأشياء، لأن كلها جاءت تستورد من السودان. لذا لابد مباشرة المواطن يكون له ولاء أكثر لهذه الدولة المجاورة، حتى العملة كانت عملة سودانية. بدأنا في بعض التوعية، فهموا بأن هناك دولة موجودة في تشاد وإن كانوا يعرفونها، هناك شعار اسمه وحدة عمل تقدم، هناك عالم تشادي، هناك نشيد مواطني تشادي، يجمعنا كل كرابط أو كهدف مقسم. كسري كذلك الحدودية بعض الإخوة، هناك في نيجيريا، نيجر، أفريقيا الوسطى، كل هذه الأشياء تحتاج إلى توعية. نحن بدأنا في هذه الشريحة لأن هذه الشريحة لو عرفت بأن هناك دولة تشادية موجودة، وإن كانت دولة تشادية موجودة أكيد لكم لها الولاء. صحيح. إضافة لذلك نستفيد من خلال يسمى أمن الحدود من خلال هذه المواطنين، يعني يحرصوا على وطنهم. صحيح. ونحن انطلاقا من هذه الأشياء هدفنا الأساسي هو غرس الروح الوطنية في وسط مناطق الشعوب التي تسكن في المناطق الحدودية، لأنها تعتبر بوابة للوطن وممكن تكون مستهدفة من قبل الناس التانيين. أوكي، كلام جميل. هذا من ناحية. إضافة لذلك في الجمعين أبونا بتوعية هذه الأشياء، بتوعية غرس الروح الوطنية، والحمد لله في إقبال كبير. زي ما ذكرت أن هذه الجمعية ولدت بأسنانها وما زالت تؤدي في عملها الميداني. تمام. أهداف سامية. نعم. كلام جميل جدا. نعم. ونظرة جميلة جدا. أنتم بتستهدفوا الشرائح المهمة في المجتمع، وأيضا المناطق اللي بتستهدفها أيضا مناطق استراتيجية. نعم. الجمعية منذ تأسيسها حتى الآن من خلال الأمل اللي وضعته في الأهداف، هل قمتوا بأي أمل ميداني؟ قمتوا بدورات تدريبية، سيمينارات، ورش، أي حاجة ممكن تنفع الشباب كعملتوها؟ أكيد. عملنا ببعض الدورات التدريبية في أوساط الشباب، خاصة في زي ما ذكرت في الشريحة المتعلمة. هذا أول قمينا بالسيمينار، وضعنا هذا الاسم هو كيفية نشر ثقافة السلام. كيفية نشر ثقافة السلام. السلام في أوساط المجتمع التشادي. ده السيمينار الواحد وضعناه في الجمينة في 5 أرونديسيما. ثم بعد ذلك في 10 أرونديسيما وضعنا برنامج كيفية نبذ العصبية القبلية في أوساط الشباب. كلام جميل. من خلال هذه الدورات استكشفنا أن هناك شباب لهم روح وطنية ولهم أفكار مدفونة وتحتاج إلى بلورة. من خلال جمعيتنا تشاد أفانتو رأينا هناك إقبال، لابد أن نعمل مؤتمر إقليمي من جمعنا من خلال نخرج بنتائج أو نخرج بتوصيات من خلال مقولة فخامة الرئيس إدريس دبي مختار اسمه السلام، دعوة السلام، قال جي ديكلار غير كونتر القبلية والعنصرية والطائفية، ونحن من خلال هذا المنطلق سنبدأ سويا في خندق واحد لنحاول بقدر الإمكان نحارب العنصرية القبلية اللي موجودة في بعض المواطنين التشاديين الذين يسعون إلى مصلحتهم الخاصة. هذا أنا ما أقوله، وأعلن ذلك أذلك انضمامي وصوتي لفخامة الرئيس إدريس دبي. كلام جميل جدا. كلام جميل جدا. انت شايف الأهداف الأسهل بتقولها ليه، والأهداف اللي ذكرتها دي ممكن يكون تحقيقها
على حسب ما وضعته، ولا هل في ممكن نقول في معوقات تعترض سبيلكم لكن هذه المعوقات ممكن تزولها؟ أكيد في كل عمل لابد هناك معوقات، فينا ضعيفين نفوذ لهم مصالح في القبلية، لكن نحن كان واحد في خلال الدورة قال زمان نحن عايشين عيش ولبن إخوان، لا قبيلة لا كده لا إيه، لازم نستجمين مع بعض. ألم جاء موضوع أنت من كده وأنا من كده، أنت من جنوب وأنا من شمال، أنت من الريجون فلان وأنت من الريجون فلان، سي نورمال. مشكلتنا أنين شنو يا إخوة؟ خلي نحمي وطننا تشاد. تشاد 1,284,000 كيلومتر مربع، محتاج لإنسان وطني خالص. شوف بعض الدول المجاورة، مثال تحيا مصر والله. الآن رفعت مستوى مصر صحيح. تحيا السودان، تحوى نيجر نيجيريا، شم أراضي هذا البلد، لماذا أنت لم تكن لك روح وطنية صحيح. ترجع إلى الحاجات البسيطة جدا من أجل مصلحتك الخاصة. التجزؤات البسيطة لا تفيدنا أصلا صحيح. إلا ميم كارت دانديتي، مستوى باسبورنا واحد عنده علم تشادي صحيح. شعارنا واحد، يونيتي ترافاي بروغري، نشيدنا الوطني واحد، لماذا نختلف من أجل المصالح البسيطة؟ نحن اكتشفنا من خلال هذه الأشياء الناس كلهم اجتمعوا حولنا، حتى شعروا بعض الإخوة أفكارهم ضعيفة بأننا نسعى إلى مآرب أخرى، لكن نحن هدفنا هو عقلية المواطن التشادي من أجل أن يعيش بسلام في هذا الوطن، سواء جنوبي شرقي غربي شمالي، كلنا للوطن والوطن يسع الجميع. كلام جميل، كلام ممتاز دكتور موسى، كلام في 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 غاية الأهمية وفي غاية القمة. يعني احنا كلنا اليوم نسعى إلى وحدة الوطن، ونسعى دائما إلى التشاديين أن يعيشوا أمة واحدة متكاتفة، لا عنصرية ولا قبلية ولا جهوية، كلنا أمة واحدة. وهذا كلام جميل جدا، وجمعيتكم أيضا من اسمها يشير إلى ذلك، لأن تسموتوا تشاد أفانتو أو تشاد قبل كل شيء، يعني تقدم الوطن على حتى على نفسك. ده كلام جميل جدا. ما هي الناس أحيانا قد تخرج في عملية الجهاد والمقاتلة من أجل حماية الأوطان. أستاذ دكتور أحمد، بالنسبة للتجمعات التي تذكرتها، هذه التجمعات رعوية وذكرتم أهداف سامية جدا، ولكن منذ تشكيل هذا التكتل شنو الأمل اللي قمت به ميدانيا حتى هذه اللحظة؟ لأن أنت في ثنايا حديثك ذكرتك ونشاركتم في مؤتمر في الكاميرون ورأيتم كيف الاهتمام به، لكن أنت هنا ميدانيا سويت شنو؟ الكونفدرالية عملت عدة برامج ميدانية، من ضمنها قريبا كان عملنا دورة تدريبية، أخذنا يعني أكثر من 25 منطقة رعوية، أخذنا ممثلين عملنا لهم دورة في كيفية إحصاء الثروة الحيوانية. هذا الكلام جاء بالتنسيق مع الـ RBM وبالتنسيق مع الـ FAO، عملنا لهم دورة تدريبية كيفية إحصاء، وده كله للترتيب من أجل إحصاء ثروة حيوانية دقيقة إن شاء الله في الإحصاء القادم. أيضا عملنا جولة توعوية لمناطق تشادية، منها بالذات استقطبنا الجانب الوسط. لماذا الوسط؟ لأن التركيز في المناطق الرعوية. عملنا جولة تثقيفية، حملة توعوية للرعاة في كيفية تطعيم الماشي. الآن الوزارة بدأت في حملة تطعيم المواشي، فنحن ذهبنا وعينا تلك الشريحة اللي يجب عليهم أن يطعموا مواشيهم. قمنا بجولة استمرت غرابة الأسبوعين. أيضا من الجوانب اللي قمنا بها، نحن شاركنا في برنامج الفوار اللي هو المعرض الإفريقي، المعرض العالمي للثروة الحيوانية الإفريقية، شاركنا في الكاميرون والحمد لله الكوبافيب كانت حاضرة، ومن خلال هذا المعرض عرفنا الحضور حوالي أكثر من 23 دولة، عرفناهم بالثروة الحيوانية التشادية، أصناف الثروة الحيوانية التشادية، طبيعة الثروة الحيوانية التشادية، بيئة الثروة الحيوانية التشادية، والحمد لله الكوبافيب كانت حاضرة، حتى قدمنا عدة بحوث استراتيجية بتخص في كيفية تطوير القطاع الرعوي في إفريقيا. كلام جميل جدا. بالنسبة للتجمعات اللي انت ذكرتها دي، كان من ضمن عملكم اللي بتقوموا به إعادة الإحصاء، ودي كلمة ترددتها أكثر من مرة. الإحصاء الحالي أدانا النتائج الأولية أو النتائج النهائية للإحصاء الذي قامت به الدولة هو 94 مليون رأس. من خلال الكونفدرالية ومن خلال استكشافكم ومن خلال قراءتكم للواقع، هل هذا العدد حقيقي ولا فيه
فيه والله كلام. نحن حقيقة ما نستطيع أن نجزم في عدد حقيقي أو لا حقيقي، ولكن نقول إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله نحاول بقدر المستطاع أن نحصي إحصاء دقيق لهذه الثروة، ونحن متأكدين بأن تشاد في مصاف الدول التي تمتلك ثروة حيوانية هائلة، وربما يأتي عدد أكبر من هذا العدد لأن تشاد وسيعة جدا، والامتداد الرعوي في تشاد امتداد كبير جدا، لو جينا قارنا بهذا العدد ربما هذا العدد يضعف أمام هذه المسارح الرعوية. نعم. يعني العدد ده ممكن لو نعم. لو عيدت عملية نعم. الإحصاء ممكن أن نجد ممكن العدد يكون هذا ضعف. ممكن يكون ضعيف العدد ممكن يكون أكثر ممكن يكون ضعيف ذاته كلام جميل. حفر الآبار دي عملية مهمة جدا، وخاصة أنت قلت في بعض الأماكن عندها كلا وعندها قشوة مرعى كويس جدا، لكن الناس ما بتقدر تستقيم فيها لان ما في مويه مصاحبه للاماكن دي. الكلام ده محتاج مال، يعني انت لما تنقد الحفائر او ابار الكلام ده محتاج فلوس جدا. هل الكلام ده يكون في المدى القريب ولا في المدى البعيد، لان خطتكم عندها مدى قريب ومدى بعيد؟ نعم، هو هذا الكلام يحتاج لجوانب عده تشترك فيه وزاره المياه، تشترك فيه وزارة الثروة الحيوانية، تشترك فيه الداعمون لهذا القطاع، وتشترك فيه جمعيات المجتمع المدني. أي جمعيات المجتمع المدني، لأن حفر الآبار حقيقة بحاجة لاستراتيجية، وهنا دور مكمل. يحتاج قبل لحفر الآبار يفترض أن تكون هناك زيارات ميدانية تعمل مسوحات للمناطق التي تحتاج لحفر الآبار، حتى الآبار بحاجة لدراسة. آبار تستطيع أن تجابه الواقع، البيئة التشادية، أن تجابه الطبيعة. هذه الأشياء ما ممكن تأتي بين ليلة وضحاها، بحاجة إلى تضافر. وأنا أقترح أن يكون هناك مؤتمر، وأنا كم مرة أنادي بهذا الكلام، يفترض أن يكون هناك مؤتمر. نحن ما فقط الفنيين التشاهدين، خلينا نشارك الفنيين من دول أخرى أيضا، نعمل مشترك، ننادي فيه فنيين ممكن يزوروا المناطق يشوفوها، يحاولوا أن نضع برنامج استراتيجي ومقنن ويكون بطريقة علمية حتى نستطيع أن ننقذ هذه الثروة من الهلاك. وإلا فإن الشات يعني مناطقها متوفر فيها الكلاء، أسهل الآن مناطق كبيرة جدا يتوفر فيها الكلى، وبغض النظر عن الثروة الحيوانية سواء إبل أو أبقار أو حتى الحيوانات الأخرى، تجدها كلها تلقاها ماتت في محل الكلى. لماذا؟ لأنها بتمشي للكلى تبع للكلى، وفي النهاية ما بتلقى ماء أكثر منه، تملى بطنها وسيقيها، ما في ماء تموت. وبالتالي نحن حقيقة بحاجة لدراسات، بحاجة لمسوحات، بحاجة لتضافر جهود، بحاجة لأن نقارب وجهات النظر، بحاجة لأن نشارك فنيين خارجيين حتى نستطيع أن نخرج بدراسة تخدم هذا القطاع. جميل. انتوا بيساعدوكم منظمات دوليه، منظمات تبع للامم المتحده، وطبعا دي منظمات عندها وزن كبير جدا وميزانيه كبيره وبامكانها ان تطلع مليارات. وفي وجهه نظر بتقول الناس اللي قروا الطبيعه، اللي درسوا الطبيعه الشاديه، بيقول لك ايام الخريف المويه بتكون كثيره جدا، والمويه بتجري في الرجول وبتجري في الوديان، اليوم المويه بتمشي بتصب في اماكن اصلا ما بتستفيد من البهائم. ليه لو فكرتوا في عمليه حفر الحيطان او حفر حوض كبير جدا او باسين كبير جدا، والباسين ده يمكن ان يكون يصيف عشان البهائم تستفيد منه، لان الباسين ده لو حفروه كبير يخزن مياه، المياه دي ممكن الناس تستفيد منها في فترة الخريف وتستفيد منها في فترة الصيف حتى تلاقي. الكلام ده فكرت فيه، كلام جميل جدا. وفعلا انت يعني طرقت نقطة مهمة جدا. هو مسألة وين؟ هو دائما تحفر هذه الحفائر، ولكن مسألة المتابعة، دائما ما تدفن بسبب تعرية، بسبب تعرية، بسبب الرياح، عدم المتابعة. الآن تقوم الدولة مثلا بعدة يعني مثلا بحفر مثلا 2000 مثلا حفيرة مثلا في مناطق مختلفة، ولكن ربما الحفيرة يعني عدم المتابعة، عدم في خلال يعني سنة أو كده الحفيرة تندفن، وبالتالي يعني تصبح الحالة كما هي. يفترض أن تكون هناك متابعة من الدولة في الحفائر، وحتى الحفائر تكون يعني حسب المنطقة، تحفر الحفيرة بحسب المنطقة ويكون لها عندها ناس متابعين. هذه المتابعة تستطيع يعني ممكن الحفيرة تقدر تلاقي الخريف الجاي إذا كانت حفيرة منكوتة بطريقة رسمية، وإذا كانت يعني عندها ناس متابعين حتى ممكن الدولة تأجرهم بحاجة بسيطة جدا، ممكن يستطيع أن يتابعوا. وحتى الحفر افترض يكون بعد كل فترة أخرى، الحفر عملية الحفر نفسها تكون بعد كل فترة وتانية، لأن عدم المتابعة هي التي حقيقة أدت إلى ضياع كثير من الثروة الحيوانية، لأن الحفائر ممكن يحفروا يقول نحن حفرنا عدة في حفائر في المنطقة الفلانية، ولكن بعد فترة من الزمن هم ما يدروا بأن هذه الحفائر يعني قد دفنت بسبب التعرية، وبالتالي يعني هذه المنطقة ما عندها حفائر ويمشوا لمنطقة أخرى. وهذه هي المشكلة الرئيسية. المتابعة. نعم. عملية المتابعة. نعم. عملية المتابعة. إذا كان عملية المتابعة موجودة من زمان أو نعم. في بعض الحفائر حفرت وبسبب التعرية أو العمليات الطبيعية دفنت هذه الحفائر. نعم.
فكيف يمكن نواجه هذا في المستقبل؟ كيف يمكن ممكن تفادي الكلام ده في المستقبل؟ نعم. إضافة لذلك هو يفترض نحن كجمعيات مجتمع مدني عامل في قطاع الثروة الحيوانية وحتى الوزارة وحتى الشركاء يفترض يكون أنت التواجد في الميدان أكثر من التواجد في المدينة. يفترض تكون دائما حملات مراقبة. أيوة دائما مراقبة دائما متابعة. لكن للأسف نحن كجمعيات مجتمع مدني لا نتحدث عن الكوباي فقط، حتى الجمعيات الأخرى العاملة في هذا القطاع كالكونريت والكونفيت وغيرها يعني عندها أهداف سامية عندها برامج، ولكن عدم الدعم اللازم من الدولة وعدم الدعم من الشركاء أيضا يؤدي حقيقة إلى نقص مثل هذه الأشياء. تمام. أستاذ بالنسبة لنا احنا تحدثنا عن جمعية الرعاة وما تقوم به لعملية الرعاة، وكما في بداية الحديث انا قلت ان الجمعيات بعضها يكمل بعض. انتم جمعيتكم تسعى في مجال التثقيف، يعني السعي الى تثقيف الجانب الروحي، الجانب الروحي وتثقيف الناس كيفية التعامل وكيفية المحافظة على مكتسبات الوطن وكيفية التضامن والتكاتف، وده عمل جميل جدا. لكن احنا في تشاد ما عندنا الدورات التدريبية المكثفة، الدورات التدريبية المكثفة، السيمينارات، الأمسيات دي موجودة في بعض الدول، انت شفتها موجودة في السودان وحتى في مصر حتى في بعض الدول، يعني موجودة جدا في أمسيات ثقافية الناس بتجتمع فيها وبجوبوا الدكاترة المثقفين، الناس الفكر، الناس المشاهير يقدموا كلمات تنور الرأي العام. لكن هذه موجودة في تشاد لكن بصفة قليلة جدا، وهذه أيضا موجودة في جانب العربفون. الآن عندنا بعض الجمعيات تسعى في هذا المكان، ونحن نشيد في هذا الجانب الذي تقوم به كجمعية مثلا المنبر القانوني، جمعية السلام، عندهم دورات تدريبية ودورات تثقيفية، وده يجب أن نشيد بالكلام ده. لكن أنتوا من خلال قراءتكم للواقع، خلال قراءتكم للشباب، خلال قراءتكم للواقع التشادي، هل في انسجام بين الشباب؟ هل في انسجام بين الطبقات المثقفة؟ أولا بالنسبة لانسجام الشباب، نحن نقول الشباب الآن أصبح شباب مادي أكثر من يكون شباب معنوي. شباب مادي أكثر من معنوي، وليس الخبز وحده هو يحيي الإنسان، بل الإنسان يحيي فوق ذلك وقبل ذلك بالقيم الروحية التابعة من نابعة من الدين ومن الوطنية ومن حب الوطن والإنسانية. نحن من خلال هناك زي ما قلت هناك انسجام موجود في أوساط الشباب بصورة أو بشكل أخرى، لكن يحتاج إلى ما ذكرته في بداية سؤالك، يحتاج إلى ندوات. الندوات القانونية، تسقيف قانوني تساعد الشاب من أجل معرفة احترام القانون واحترام المسؤول. صحيح. البوليس في عمله، المعلم، القاضي، كل مكان، هذا يأتي في صلب الوطني. صحيح. والاحترام. صحيح. تسقيفنا نحن نحاول بقدر الإمكان دعم الروح الوطنية اللي موجودة في الشباب من أجل التمسك بالروح الوطني. نشر ثقافة السلام مهم جدا. طبعا. الآن موجود سنة من بعض المسؤولين ولم تكن موجودة في بعض الإخوة الآخرين. كيف ذلك؟ أنا أريد أن أتطرق إلى موضوع بسيط. في بعض المسؤولين الآن عينوا في بعض المناصب الراقية من وزير إلى مستشار إلى بعض الأشخاص، بعدما تم تعيينه كوزير ينظر إلى قبيلته ولا ينظر إلى كفاءة الأشخاص، وخاصة في مكتب الوزارة ومستشاري وبعض القيادات في الإدارة العامة. أنت مواطن ولا أنت قبلي كلفت من قبل رئيس الجمهورية من أجل مسؤولية، من أجل أن تقوم بالعمل الوطني من أجل هذا الوطن. صحيح. القبيلة موجودة تعامل بها في البيت، ساعدهم على حسب كفاءتك لكن لا ساعدهم على حساب الوزارة. هذا خطأ كبير، من المفروض أن ينظروا في هذا الأمر. صحيح. الشيء الأول، أنا كوزير أولا نحاول بقدر الإمكان نضع مصلحة الدولة قبل مصلحتي أنا كشخصيا. الشيء الآخر، أنطون كمينيستر في أي مكان عينت سواء مستشار كونسيالا بريزانس أو مينيستر، رئيس الجمهورية يضع فوقك الثقة في هذه المنصب كمواطن تشادي وليس كقبيلة. صحيح. تخدم من أجل إيه؟ لأجل الوطن. صحيح. إذا كان تضفرنا في هذا الجهود، ونحن نعرف تاريخنا ونعرف تاريخ أقدم بلد تاريخ في تشاد، لذا منحنا بشيء اسمه جمجمة سمى توماي، هذا يسمى في هذا الأرض الطاهر، لذا لابد علينا أن نرقى لهذا المستوى. صحيح. ليس ننظر إلى مستوى البسيط، هذا يعتبر في بعض الأحيان سابقا وليس موجودا. صحيح. الشيء الثاني، خلنا نرجع إلى كما كان زمان محمد علي باشا، بعثات والترجمة، هذه نحن ما زلنا فيها الآن، نبعث الطلاب نحاول بقدر نترجم بعض الأشياء كقدوة نستفيد من هذه الأشياء. صحيح. نحن هنا نحن نقول هناك انسجام موجود لكن يحتاج زي ما قلت إلى
يوم شعري يجسد الروح الوطنية في الشباب، محاضرات، ندوات قانونية، اجتماعية، كل هذه الأشياء تحتاج إلى استعانة ببعض الخبراء والجامعات والمعاهد العليا والمعلمين وأصحاب الخبرة الميدانية. أن إحنا كنا كشات أفانتو، سنظل شات أفانتو إلى الأبد، وسنظل من خلالها نسعى إلى مستقبل هذا الوطن. والطم الكبرى، الطم الكبرى والمشاهد إن واحد لو عينوا مسؤول في الدولة وجستلم أمله، بدل ما يجي يلقى الشباب المواطنين الـ في بعض شباب مواطنين وصالحين للبلد، في شباب عندهم وطنية حقيقة، لما يجي يلقاهم في المكتب قاعدين ويجي يلقاهم في الإدارة قاعدين، بدل ما يستعين بالناس الصالحين ويخلوهم وجودوا في عملهم ويشجعهم، اصلا بترطب، بيجيب ناس قبيلته، ناس ريجون حقه. الكلام ده احنا تحدثنا عنه في حلقات فاتت، لكن الكلام ده خطير جدا. انت لما تكون انسان مواطن، انسان مسؤول في الدوله، سواء وزير او انسان امين عام او اي، جابوك وعينوك خطوك في الدوله، شوف الناس اللي قاعدين قدامك، الشباب اللي قاعدين قدامك دول، الانسان الصالح والانسان الكفؤ، يعني عندك كفاءه خليك. لكن كونوا أنا جابوني دي فرصة نجيب ناسي فوق ولا نجيب ناس ريجون هكي، كلام ده خطير جدا، يجب للناس أن تنتبه إلى الكلام ده، والكلام ده أن إحنا ضرانا. في حاجة تانية، أنتوا جمعيتكم جمعية تشاد أفانتو، كلام جميل جدا، لكن عندنا مشكلة اليوم في تشاد، مشكلة المثقفين العربفون والمثقفين الفرنكفون. المثقفين العربفون ما عندهم انسجام مع المثقفين الفرنكفونيين، والمثقفين الفرنكفونيين ايضا في جانب وهم دول في جانب. جمعيتكم كيف تسعى الى التوافق بين الفريقين؟ يعني انتوا عندكم مثقفين بالعربي والفرنسي وبلد، وجمعيتكم بتضم دول وبتضم دول، فكيف يمكن ان نسعى الى دفن الهوى اللي موجوده بين الانسجام؟ بالضبط، اللغه هي وسيله للاتصال، لا لانغوس لي موين دو كوميونيكاسيون، سواء عربوفون أو فرانكوفون. يعني إحنا عندنا مشكلة تصادم الحضارات والثقافات، تصادم الحضارات وليس والثقافات. تصادم اللغة. العربوفون عنده ثقافة خاصة والفرانكوفون عنده ثقافة خاصة وعنده حضارة خاصة فيما بعد. كيف نحل هذه المشكلة؟ نحلها مشكلتنا نحن كمواطنين شادين، سواء أنا عربوفون أو أنت فرانكوفون، خلينا نشيل مصلحة الخاصة. الآن تجد الصينيين تطوروا بلغتهم، الأتراك تطوروا بلغتهم، أليس كذلك؟ بلى. الميول إلى اللغة هو موجود جدا، إنسان يميل إلى لغة معينة تعلم فيها لغة الثقافة، لكن فيما بين العربوفون والفرانكوفون هناك عدم الاعتراف ما بين الآخر. يعني إحنا في خلال جمعيتنا تشاد أفانتو لنا بروجي أو مشروع تقارب وجهات النظر من خلال هذه الأفكار، وهدفنا الأساسي هو تنمية هذا الوطن ورفع شعارها، ليس تنمية اللغة. في بعض الأحيان اللغة هي وسيلة زي ما ذكرت، لكن البروبلم بعض الفرنكفون بجوب الأرفوفون بأن لا يعرفوا شيء. يعني الفرنكفونين بينظروا كون الإنسان العربفون ما بعرف شيء. بعض الأرفوفون حتى لو الفرنكفون نظر مرحلة بيشوفوا ياريه ما عنده شيء. الأفكار دي نمسحها كيف؟ أكيد نمسحها من خلال الإخوة يحاول بقدر كم يعمل الدورات التدريبية من أجل مسح الأفكار الجامدة في العصر الحجري القديم. ونحن في عصر التكنولوجيا، اللغة هي زي ما تكلم لغة عربية، فرنسي، إنجليز، لغة وسيلة. يعني هم لا ما عارفين كونوا العربفون الأوائل هم الذين وضعوا العلوم. أيوة. ابن سينا، ابن الهيثم، ابن رشدي، ابن حيان، هو وضع علوم. يعني الناس حتى الغربيين بدأوا يستفيدوا من علوم العربفون. نعم. الكلام ده موجود في المفترض الناس ترجع إليه. أستاذ أحمد، نفس المشكلة ممكن تواجهكم في الكونفدرالية، نفس المشكلة هي المشكلة انسجام بين المثقفين العربية والفرنسية في الجمعيات دي، لأن إحنا ما دايرين جمعيات في المجتمع التشادي موجودة، وفي جمعيات للعربفون وجمعيات للفرنكفون، ولا جمعيات تتكلم عربي جمعيات تتكلم فرنسي. إحنا دايرين دائما نسعى إلى الوحدة، نسعى إلى التكاتف، نسعى إلى التضامن. الكلام ده أنت شايفه كيف بالنسبة لكم أنتوا؟ والله كما ذكر الدكتور، هو حقيقة هو صراع بين ثقافات وليس صراع بين لغة، ولكن يفترض كيف نزوب هذا الصراع. يجب أن نؤصل الوطنية، لأن كما ذكر الدكتور لا تجتمع قبلية وعنصرية
في أو وطنية في قلب إنسان. فنحن إذا حاولنا أن نزوب هذه الفوارق الضارة يجب علينا أن نؤصل الوطن وأن نضع الوطن قبل كل شيء، ونحن يجب أن نخدم من خلال رؤية مشتركة، نضع يعني نحترم الآخر. هو عدم الاحترام للآخر أيضا يولد هذا الصراع. أي نعم، نحن يجب أن نحترم الإنسان الآخر كمثقف، نحترم الآخر كمعلم. هي اللغة كما ذكر الأخ هي وسيلة فقط، ولكن العلم هو فكر وسلوك وتعامل. هو هذا العلم، كيف نستطيع أن نجسد هذا الفكر وأن نتعامل بهذا السلوك وأن يكون هذا في أرض الواقع؟ هو هذا الهدف، وليس الهدف أنك تعرف فرنساوي أو هذا يعرف لغة عربية. ولكن قبل كل شيء نحن، والذي أدى إلى هذه المسألة وتأزم هذه المسألة، عدم الوطنية فقط. وأنا متأكد لك يوم من الأيام حينما نؤصل الوطنية في جميع الشباب ستزوب هذه المسألة تلقائيا. ولكن ما لم نقدم الفرص الحقيقية للشباب، ما لم نوظف الخريجين، ما لم نمنحهم فرصة في المشاركة في العملية السياسية، ما لم نمنحهم حقائب، ما لم نشاركهم في قيادة هذه الدولة، أنا متأكد بأن هذا الصراع سيظل دائما، لأن كل إنسان يبحث عن مصلحته الخاصة. الآن هناك أخي الكريم، نحن نتحدث عن وطنية، نحن نتحدث عن تزييف فوارق، والآن آلاف الشباب خريجين دون شهادات. مسألة الوساطة يا أخي الكريم، الآن هناك شباب يملك الكفاءة ويملك الخبرة، يعني درسوا في دول خارجية ودرسوا داخل الوطن، وعندهم المقدرة في القيادة، عندهم المقدرة، ولكن الآن هم أيضا أخي الكريم في الشوارع. كيف يستطيع، كيف نستطيع أن نزرع وطني؟ الوطنية يجب أن تؤصل الوطنية. ما لم تضع هناك شروط، ما لم تضع أرضية خصبة، ما ممكن تستطيع أن تغرز الوطنية. يجب أن نشارك هذا الشباب، يعني ننشئ الشركات، الشباب يكون يشاركوا في الشركات، نفتح لهم فرص العمل، نشاركهم في العملية السياسية، نفتح لهم الجمعيات الأحزاب ونشاركهم ونمسك بيئتهم. بهذه الطريقة نستطيع أن نؤصل الوطنية في قلب كل تشادي، حتى نستطيع نتحدث عن الصراع اللغوي. يعني بمعنى دائما نرجع لكلمة الشخص المناسب في المكان المناسب. أي إنسان عنده خبرة، عنده كفاءة، بقدر بوقود في المفترض نسمح ندي فرصة. لكن ما ينفعش إن واحد عنده قدرة وعنده كفاءة وإنسان متعلم وإنسان دارس نغلي في الشارع ونشيل واحد خفيف إلم كل ما عندنا نجي ندي منصب. ودي الأملية اللي ضربنا في البلد، ونتمنى أن تزول هذه الأملية. بالنسبة لأهدافكم، أهداف الكونفدرالية قلتم فتح مسارات، أي بمعنى لابد لأصحاب الدعاين أن تجعلوا لهم حدود معينة أو مسار معين أو طريق معين، كونوا ده دلس هذا البهائم. المنطقة الفلانية دي ريزيرف بالنسبة لي منطقة لناس البهائم بس. انت بتقول في بدايه حديثك كونه الزراعه دخلت حتى الاماكن الزمان كان الناس بيزرعوا فيها، الزراعه دخلت فيها. الاشكاليه دي كيف حلها؟ الاشكاليه دي شنو اللي وضعته لحل مثل هذه الاشكاليه؟ اول اشكاليه تكمن في هذا الشيء هو مساله سياسة وزارة الثروة الحيوانية على حساب وزارة الزراعة، وسياسة وزارة الزراعة على حساب سياسة وزارة الثروة الحيوانية. بمعنى أن لو كانت هناك وزارة واحدة مدمجة بين وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، أول شيء نحن نبدأ في حل القضية، لأن الوزارة تكون واحدة والرؤية بتكون واحدة تحاول شنو. لأن المسألة القائمة الآن بين تفارق المهام في هذين الوزارتين هو نفس المسألة القائمة بين المزارعين والرعاة. ثانيا، نحن ما لم نضع هناك قوانين تحد في مسألة ما هي المناطق الرعوية، ما هي المسارات الرعوية، نحن ما نستطيع أن ندحر هذه المواشي وندخل في مزارع في المزارع. فعلا الناس يزرعوا حوالي عام كامل، ما ممكن يعني الزرع يكون مرتعة للبهائم، وفي نفس الوقت ما ممكن أنا أضيق المسار على حساب هذه المسألة أسهل الآن القائمة. ونسمع دائما مشاكل بين المزارعين وبين الرعاة، عدم سن القوانين، عدم وزارة تضع برنامج واحد موحد كيف يستأصل هذا الداء، وهو مسألة شنو؟ الخلاف بين المزارعين والرعاة. ونحن الآن مقدمين، وسياسة رئيس الجمهورية الآن مقدمة في كيف نطور القطاع الزراعي، كيف نطور قطاع الثروة الحيوانية. نحن يجب قبل أن نفكر في مسألة التطوير يجب أن ننهي هذه الخلافات الموجودة بين الرعاة. ننهي هذه الخلافات، لأن كل من المزارع يحتاج للراعي. نحن ما نقدر نعيش بدون لحم، بدون لبن، بدون فروة، ما نستطيع الفراء بيصنعوا منه شنو. وما نستطيع أن نعيش بدون دهن، وما نستطيع أن نعيش بدون قلة، بدون قمح، بدون سمسم. هي عملية مكملة مشترك. يعني نحن لو يعني العالم لو قطع مننا كل شيء بالثروة الحيوانية والثروة الزراعية نستطيع أن نعيش.
لذلك يجب أن نحل هذه المسألة المستعصية. وأنا أقدم نداء لكل الشركاء والمنظمات والدولة والوزارات المعنية بأن تبذل في الفترة بالذات 2018 تكون بادرة خير لحل وتكون نقطة واحدة موحدة في جميع المنابر، وهو حل الخلاف الدائم بين المزارعين والرعاة. شنو سويتوا في الجانب؟ شنو سوينا؟ عندنا عدة حملات الآن، يفترض مش الجمعيات العاملة فقط في قطاع السر والحيوان، يفترض حتى كتشات أفانتو، مفترض ده بخص الجميع، يفترض الدولة أو الوزارات المعنية تجمع مجموعة هائلة من الجمعيات. الآن تحسب كم ألف جمعية، يفترض بدل ما نقيف في العاصمة ونحن نقول نعمل في الميادين وجانب سياسي وأشياء، يجب أن نرشح هذا العام يكون عام بادرة خير في حل الخلافات. ما يكون الجمعيات المعنية، كل الجمعيات العاملة، كل جمعية يقسمون الأدوار، تقسمون الدولة حسب رقعتها، حسب الرقعة، الجمعية الفلانية تمشي المنطقة الفلانية، الجمعية الفلانية تمشي المنطقة الفلانية. توعية، يجب أن نحل القضية. كيف نحل القضية؟ ما ممكن نحن دائما هم بعد ما ينخلفوا نحن نمشي عشان نحل الخلاف، لا، وإنما نجعلهم هم أنفسهم يحلوا خلافهم بأنفسهم. لا، ودكتور حتى أصحاب المزارع، المزارعين بيقول لك احيانا البقارة بشول البقر بجيبوه بدخلوه في الزراعه بالليل، يعني الناس اللي بدشروا بالليل، اللي بدشروا بالليل بشول البقر بجيبوه بصبوهم في الزراعه. في المفترض ايضا ناس البهائم ايضا ان يحترموا خصوصيه المزارع. عندنا ما ينفعش ان تزرع واحد يجي بهائمه بالليل يدخلين، فانت اذا كان سالوك بتقول لا عشان درب ما فيها انا جبت البهائم دخلتين، فالمشكله دي كلها معضله يجب حلها. وجود التوعيه اللازمه، لو انا مسكت الراعد واريته بانك الان دخل في حق غير مشروع، الان انت دخل في ظلم وطني، الان انت اعتدت على حق الاخر، نذكر اي انسان نذكره ونوعيه بالطريقه اللازمه بالوطنيه. نحن الوطنيه التي نتحدث بها الان يجب ان نرسخها حتى في عقول الرعاة. كيف نعنى الانسان اللي برعى الوطن بشيء مصلحه الوطن قبل كل شيء؟ الزرع اللي بدخل فوق الراعي البلة ولا جمال ولا بدخل فوق بقرة، ده الزرع ده بينتج بياكله منه كم شخص؟ صحيح. كم شخص يستفيد من هذا الزرع؟ صحيح. بالنسبة لأهدافكم ذكرت أهداف سامية جدا جدا، وأنتوا بدأتوا في الأهداف دي، في المستقبل شنو اللي وضعته ممكن تقوموا به في المستقبل في بالنسبة لجمعيتكم كجمعية من جمعيات المجتمع المدني؟ المستقبل ربما في نحن نتمنى في 2018 يكون هناك مؤتمر عام يجمع جميع شرائح المجتمع التشادي، ونتحدث في كيفية غرس الثقافة السلام والوطنية في أوساط كل مجتمع التشادي. الشيء الثاني إننا مشاريع كبيرة جدا، ليس نتوقف على نشر ثقافة السلام، بل نحاول بقدر الإمكان نربط الوطنية بالإنتاج. الوطنية بالإنتاج، ربما يكون المواطن ينتج لشيء ينفعه مستقبلا في إطار القطاعات الصغيرة التي تساعده في حل مشكلته الضعيفة. مشاريع كبيرة جدا نحاول بقدر الإمكان أن نجسد، نقوم بقدر الإمكان تسجيل النشيد الوطني باللغتين، لكل واحد منكم يسمع النشيد الوطني ونفسره باللغات الوطنية ليؤثر بيسمع بأن الوطن هو أمانة في عاتقك أنت كمواطن تشادي. إضافة لذلك مشاريع كبيرة جدا نريد في أي بوابة تشاد نضع شيء اسمه نضع لافتة مكتوب عليه سوايلا بينفيني ريبوبليك دي تشاد، ثم بعد ذلك نعمل مشروع مطعم يسمى المأكولات الوطنية. في المطار بحد ذاته لابد هناك شيء اسمه شنو التعريف عن تشاد من الزائر لتشاد، لم يكن هناك مكتوب سوايلا بنفيني في جمعنا ريبي كابيتال ريبي دي تشاد، لابد نضع برنامج. ثم بعد ذلك داخل المطار لابد يكون هناك بخاخ يشعر المسافر جاء تشاد يشعر بأن هناك تشاد موجودة لها نوع من رائحة كويسة جدا. أوكي. زراعة المشاة في الطرقات، تعريف تشاد في بعض الأشياء، كل هذه الأشياء دراسات مستقبلية. تمام. الأخ ذكر مشروع سمح جدا، عندنا مشروع الآن هو مشروع يسمى نشر ثقافة السلام في أوساط الرحل والمزارعين. وربما هذه يسمى الدراسات المستقبلية، نحن نحاول بقدر الإمكان لأن الرحل هي من الشرائح المهمة جدا. هي تحاول بقدر الإمكان تنتج ولكنها لا تستفيد. صحيح. لابد يستفيد من ناحية التعليم، يستفيد من ناحية كثيرة جدا. المزارعين بحد ذاتهم زي ما ذكر الأخ، لكن الاثنين يحتاجوا إلى أرضية، والأرضية تحتاج إلى سلام من خطار الحملة التوعوية التي نحاول بقدر الإمكان ندخل في عقولهم. هذا أخيك الراحل وهذا أخيك المزارع، أنت جزء لا يتجزأ، لماذا تختلفوا في مصلحة وأرض تشاد؟ كل واحد يضع له مسار، وهذا نناشد به وزارة الثروة الحيوانية والثروة الزراعية، هذه مسؤوليتها بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الرعوية. أهداف لها أهداف سامية، أهداف نبيلة جدا. كلمة أخيرة ممكن توجهها للرعاة لأنه يشير إلي المخرج أن الوقت أو شغل انتهى. الكلمة التي أريد أن أقولها في ختام هذه الحلقة هو هناك صعوبات يعاني منها قطاع السر والحيوانية في تشاد، وهو انتشار الأمراض
ندرة المياه، السرقة والنهب، تضييق المسارات، انتشار الأمية، المشاكل المتجددة مع الرعاة والمزارعين. هذه أشياء لا يمكن أن تضع يعني حد لمشاكل الرعاة. يجب علينا أن ندركها تماما حتى يستطيع هذا القطاع. كيف يستطيع هذا القطاع أن ينمو؟ يجب علينا أن نوجه المنظمات الدولية للتركيز على دعم هذا القطاع. يجب علينا أن نوزع الأدوار في المنظمات المدنية التي تعمل في قطاع الثروة الحيوانية. يجب علينا أن نقدم الصالح الوطني على الصالح الخاص. يجب علينا أن نخدم هذا القطاع بالعقلية التي تناسب هذا القطاع. يجب علينا العمل من أجل النهوض بهذه الخلية. يجب علينا أن نخلق بيئة رئوية تواكب هذه التقانة للاستفادة المسلم للإنتاج الحيواني. ويجب علينا أن نكشف واقع الرعاة من خلال الزيارات الميدانية، كما يجب علينا أن نقدم لهم الخدمات اللازمة من خلال دعم هذا القطاع. جميل. الذي هو عمود الفقر الاقتصادي التشادي. جميل، كلام جميل. أستاذ، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أولا من القمة إلى القاعدة. الوطن قبل كل شيء، والوطن يسع الجميع. كلنا الوطن، نحن كلنا تحت رعاية العلم الوطني والنشيد الوطني. جميل جدا. أكيد نحن نجتمع ونرتبط بين أبناء الوطن، نؤكد أو قوة حقيقية لبناء هذه الدولة بالحكمة والمحبة والتعايش والتضامن، وليس بالتعصب القبلي والحقد والكراهية. جميل. بالحب الوحدة الوطنية. شكرا. كلام جميل جدا. أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج القضية للحوار، كما تابعتم معي طبعا، جمعيات المجتمع المدني كما قلت في بداية الحديث، جمعيات لا يمكن الاستغناء عنها، وهي دائما جمعيات تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات التي تنفع الإنسان المواطن. وطبعا كلكم تابعتم جمعية تسعى في مجال الرعوي، وجمعية تسعى في مجال الإصلاح وفي مجال الوطنية وزرع المواطنة، وتسعى إلى مكافحة العنصرية والقبلية المنتشرة في بعض النفوس الضعيفة في تشاد. جمعيات المجتمع المدني في تشاد جمعيات كثيرة جدا. إن شاء الله أن احنا في برنامج قضية للحوار سنسعى إلى استضافة بعض الجمعيات المهمة جدا، والجمعيات التي تعمل في هذا المجال، نستطيع أن نستضيفها في برنامج قضية للحوار، ونسمع وجهات نظرهم والأمل الذي قاموا به، حتى يعرف المواطن الجمعية الفلانية اشتغلت في المجال الفلاني، والجمعية الفلانية لا زالت حية وتقدم الخير للجميع. في ختام هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى ضيفي، وهما الدكتور أحمد أبو الفتحي عثمان، رئيس الكونفدرالية المهنية للرعاة والنشطاء في قطاع الثروة الحيوانية في تشاد. شكرا دكتور. الله يديك العافية. تكرم. الله يخليك. كما نشكر الدكتور موسى علي ياسين، رئيس جمعية تشاد قبل كل شيء، تشاد أفانتو. شكرا دكتور. شكرا جزيلا لك. وأشكركم لحسن المتابعة، استودعكم الله ودمتم في رعايته. شكرا.